احنا حريصين ان احنا نتواجد على الارض مع الناس، نسمع لكل مطالبهم فيه فيتعلق بالمحاور اللي طرحت على اجنده الحوار الوطني. حريصين ان احنا نبقى موجودين مع الناس، نسمع كل مطالبهم لحتى نكون اداه مع القياده السياسيه نحو الجمهوريه الجديده في التكامل ما بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والجماهير. أشكر السيد الرئيس السيسي على الحياة اللي قدمها لنا بصراحة من ناحية حياة كريمة وغيرها وغيرها كتير قوي. هو الإحساس بالحكومة ده هو الإحساس بالشعب، لما العضو مجلس الشورى يحس بالشعب، واخد بالك، هو اللي احنا عايزينه ده. ياريت تتكرر كل يوم وكل يومين وكل ثلاثة، ياريت تتكرر من جميع أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى.